انطلاق المرحلة الثالثة من حملة 100 مليون صحة في 7 محافظات. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر على ذمة التحقيقات الجارية. وزير الخارجية الإماراتي يدعو للتعامل بشكل حاسم مع الجهات التي تدعم أو تحتضن أو تمول الإرهاب. العشرة صباحا بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت جرينتش. هذه جولة إخبارية جديدة من إكسترا نيوز. أسعدتم أوقاتا. انطلقت المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية المعروفة باسم 100 مليون صحة في 7 محافظات على مستوى الجمهورية. هي محافظات الوادي الجديد والدقهلية والغربية والشرقية والجيزة وقنا والمنيا، وهي المرحلة التي ستستمر من اليوم وحتى نهاية شهر أبريل المقبل. وقد أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد أن مجلس وزراء الصحة العرب اعتمد التجربة المصرية ممثلة في مبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة كتجربة ناجحة يمكن للدول العربية الاسترشاد بها. أوضحت وزيرة الصحة في تصريح لها أن الدول العربية تسعى لتوحيد التشريعات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة مواطنيها مع تقديم المستوى المأمول من الرعاية الصحية. وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي المحافظين ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون صحة باتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات الخاصة لانطلاق هذه المبادرة. أشار شعراوي إلى أهمية تقديم كل أشكال الدعم للأطقم الطبية التي ستقوم بأعمال المسح في الأماكن المحددة وفقا لخطة وزارة الصحة ووضع خريطة المحافظة التي يتم من خلالها تحديد المراكز الثابتة وأماكن السيارات الخاصة بالكشف. أكد شعراوي أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والمحافظات والمجتمع المدني لتوعية المواطنين بأهمية إقبالهم واشتراكهم في هذه المبادرة. أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر فحص المستهدفين وزيادة في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، مضيفا في تصريحات لإكسترا نيوز أنه تم توقيع الكشف الطبي على نحو 335 ألف مواطن ممن تزيد أعمارهم عن 17 عاما، مضيفا أنه تقرر الإبقاء على 6 نقاط ثابتة لتقديم الكشف الطبي على المواطنين ممن تخلفوا عن المشاركة في هذه المبادرة. احنا الحمد لله بحمد الله النهاردة يمكن بنختتم المبادرة واحنا الحمد لله محققين 119%. يعني امبارح قلنا 335,657 وكان المستهدف بتاعنا 281,123، فالحمد لله انجزنا المطلوب. وقد اعلن محافظ المنيا قاسم حسين استهداف فحص اكثر من 3 ملايين مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة والتي اطلقها الرئيس السيسي في مرحلتها الثانية. وخلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع قيادات المحافظة لبحث الإجراءات الخاصة بتيسير عمل الفرق الطبية للمبادرة، أشار المحافظ إلى أن المبادرة ستستمر على مدى 2 شهر للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية في إطار دخول محافظة المنيا ضمن محافظات المرحلة الثالثة التي تنتهي فيها عملية المسح بنهاية شهر أبريل. خصصت محافظة الغربية 1081 فرقة طبية ثابتة ومتحركة للمشاركة في فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية ضمن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة والتي تستمر حتى 30 من أبريل المقبل. تستهدف المبادرة فحص نحو 3,400,000 مواطن. أكد محافظ الشرقية ممدوح غراب انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لإطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية داخل المحافظة،
والتي انطلقت فعالياتها بدءا من اليوم في 341 منشأة طبية بمختلف مراكز ومدن قرى المحافظة. وتستهدف المبادرة داخل نطاق محافظة الشرقية فحص نحو 4,260,000 مواطن بالشرقية بواسطة 1,365 فرقة طبية ثابتة ومتحركة. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي حالات المواطنين من فاقد المأوى الذين تم التعامل معهم منذ بدء العمل وحتى مساء الأربعاء وصل إلى 6217 حالة. وتقدم فرق العمل المشتركة التي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع تدخلات تتنوع بين الإيداع بإحدى دور الرعاية التابعة للوزارة وتوزيع وجبات ساخنة وأغطية للحالات التي ترفض الاستجابة. أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بحبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. قالت النيابة العامة إن المتهمين المحبوسين هم كل من سائق الجرار رقم 2305 ومساعده وعامل المناورة، ولذلك كذلك الجرار وسائق الجرار رقم 2302 وعامل المناورة لذات الجرار، فضلا عن العامل المختص بتحويلة الخطوط. قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن الدولة حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم لمصابي حادث قطار محطة مصر، مضيفة في تصريحات لإكسترا نيوز إلى أن ما تقدمه الدولة للمصابين وذوي الضحايا ليس تعويضا لكنه شكل من أشكال الدعم والمساندة. وخلال تفقدها لحالة المصابين بمستشفى معهد ناصر، وجهت الوزيرة بصرف إغاثة عاجلة لأسر المصابين والضحايا من حساب المؤسسة العامة للتكافل لحين استيفاء أوراق التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء. يعني خليني أؤكد لحضرتك أنه ما فيش أي أموال في الدنيا بتعوض حياة إنسان،
واللي الدولة بتقدمه هو على سبيل المساندة الرمزية والمساعدة لهذه الأسر لتتخطى هذه المرحلة الصعبة. وبالتالي كل الأمور دي بيقررها مجلس الوزراء وبيتم العمل بأسرع وقت علشان إتاحة المساندة المالية للأسر، ولكن ده مش تعويض حضرتك. لما بيكون في وفيات بيكون أهم حاجة المساندة والتواجد وتقديم الرعاية الطبية للمصابين علشان إن شاء الله ربنا يقومهم بالسلامة ونخفف من ألم. تصدر هاشتاج خاف انت طلعت لوحدك مواقع التواصل الاجتماعي للرد على الحملة التي يروج لها إعلام جماعة الإخوان الإرهابية لتحريض المواطنين على العنف وتخريب المنشآت في مصر. وقد شهد الهاشتاج مشاركة واسعة من المواطنين تركزت أغلبها على ضرورة الوقوف مع مصر في هذه اللحظات. دائما ما تميز اللحظات الصعبة التي تمر على الأوطان بين أولئك الذين يلتفون لإثبات وحدة الدم والمصير وأولئك الذين يسعون وراء أهدافهم الخبيثة لتفتيت اللحمة الوطنية. فما أن وقع حادث قطار محطة مصر حتى اندفع آلاف الشباب واصطفت الحشود أمام بنوك الدم والمستشفيات للتبرع بدمائهم والتعبير عن تضامنهم لمساعدة إخوانهم المتضررين من الحادث الأليم والتأكيد على أن جميع المصريين على قلب رجل واحد. في الجانب الآخر حاولت جماعة الإخوان الإرهابية إثارة الفوضى في الشارع واستغلال الحادث من خلال التحريض على العنف والتخريب، ولجأت الجماعة الإرهابية إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر سمومها وإثارة الشائعات والتشكيك في خطط الدولة الثابتة لتطوير البنى التحتية ورفع كفاءة الطرق والسكك الحديدية بتكلفة تتخطى 100 مليار جنيه. وجاء الرد سريعا على أكاذيب وسموم جماعة الإخوان الإرهابية وآلتها الإعلامية الخبيثة من خلال هاشتاج خاف انت طلعت لوحدك، حيث نشر مغردون من خلاله صورا لاصطفاف المصريين للتبرع بالدم وكذلك لميدان التحرير ومنطقة طلعت حرب وغيرها من الميادين الكبرى والرئيسية للتأكيد على انتظام حركة المرور وزيف ادعاءات الجماعة الإرهابية بوجود تجمعات في شوارع الجمهورية. كما نشر مغردون من خلال الهاشتاج صورا من مشروعات الطرق القومية التي تقوم بها الدولة لحماية المواطنين وتعزيز الاستثمارات، مؤكدين وقوفهم ضد كل محاولات إعادة البلاد إلى الوراء مهما كانت الصعوبات. هكذا أثبت المصريون وحدتهم ونبذ دعوات جماعات الظلام التي تروج للأفكار المتطرفة وتحركها أجندات خارجية، مؤكدين وحدة الصف في وجه الإرهاب والتكاتف لبناء وطنهم. كشف تقرير لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن 89% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة هم من السيدات. أوضحت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن تقرير مؤشرات التنوع الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي أوضحت أن جهاز تنمية المشروعات أسهم في تمويل أكثر من 58 ألف مشروع للسيدات. أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت حرص القيادة السياسية على فتح أفاق جديدة للتعاون مع الدول الإفريقية. وخلال مشاركته في فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ببرشلونة، استقبل وزير الاقتصاد الرقمي والبريد بجمهورية كوت ديفوار، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وخلال اللقاء شدد طلعت على عقد مزيد من الشراكات التي من شأنها أن تأتي بالمصلحة لأهداف التنمية الشاملة لكافة شعوب القارة، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تنفيذ مبادرة إفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية. أصدر وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري توجيهاته باتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستضافة الدورة 61 لمؤتمر المجلس العالمي للمطارات والذي تنظمه الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلال الفترة من 4 وحتى 10 من هذا الشهر. وقال بيان أصدرته الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه من المنتظر أن يشارك ممثلو المطارات في قارة إفريقيا وممثلو المنظمة الدولية للطيران المدني والاتحاد الدولي للنقل الجوي وممثلو المجلس الدولي للمطارات
وذلك في إطار استراتيجية التعاون الإفريقي التي تتبناها الحكومة. وجه وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري بزيادة سعة مطار مرسى علم الدولي. وخلال تفقده المطار شدد الوزير على مراجعة جميع الإجراءات الأمنية وتطوير أنظمة المراقبة والأسوار الخارجية بالمطار بما يتناسب مع حركة التشغيل الحالية والمستقبلية في ظل ارتفاع الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة مرسى علم. تنعقد اليوم الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لانتخاب نقيب جديد من بين 11 مرشحا، فضلا عن انتخاب نصف أعضاء المجلس من بين 52 مرشحا. تبدأ إجراءات التسجيل من 10 صباحا وحتى 12 ظهرا، ويبدأ الاجتماع في حال اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور 50% زائد 1 من الأعضاء المسددين لاشتراكات النقابة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الجمعية إلى يوم الجمعة بعد المقبل، ويكون انعقادها يومئذ صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم، علما بأنه يجوز سداد اشتراكات النقابة في ذات يوم التصويت. أعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية أسماء الفائزين بجائزة صموئيل حبيب للتميز في العمل المجتمعي والتطوعي لعام 2019. وقال القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية إن هذه الجائزة تتفق والدعوة إلى تجديد الخطاب الديني، مشيرا إلى منح الجائزة لمؤسسات أهلية متميزة في العمل الاجتماعي التي تقدم خدماتها وعملها للجميع دون تمييز. هذه الجائزة تتسق فيما تتجه إليه الدولة المصرية من تطوير الخطاب الديني وتجديده، من الاهتمام بالمجتمع، لأن الجائزة تمنح إلى جمعية أهلية تهتم بخدمة الإنسان لأنه إنسان، وتمنح لقيادة دينية مسيحية تهتم ببناء الجسور في المجتمع، تعمل مع الجميع دون تمييز، تحب الجميع، تقدم خدمة للجميع. هو ده جوهر التجديد اللي احنا كلنا بنسعى اليه. الجمعية بتخدم الناس كلها، الاسوس اللي تم اختيارهم النهاردة بيقيموا على ملاجئ ومشارع تنموية ومستوصفات وغيره. هذا النوع من العمل الاجتماعي الذي ينظر الى المجتمع بطريقة اكثر انفتاحا دون تمييز، هي دي جوهر الرسالة بتاعت النهاردة، ودي الرسالة اللي بتكلم عليها الدولة المصرية، دي الرسالة اللي بيأكدها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دي الرسالة اللي احنا عايزين نعمقها وندعمها، نخدم الانسان لانه يستحق، لانه انسان. النهاردة احنا موجودين في الهيئة الانجليزية، وهي هيئة مهتمة بالثقافات وحوار الثقافات والمنتديات الثقافية والتوعية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وبالمناسبة النهاردة فيه الجائزة قسمت على جناب القس إميل زكي وقس سليمان صادق، وهم لأنهم شخصيتين مهمتين فتم اقتسام الجائزة ما بينهما لجمعية تنمية المجتمع ورعاية ذوي الإعاقة بسوهاج. الجائزة دي جائزة رائعة جدا، بتقدم لشخصيات اعتبارية، شخصيات قدموا أشياء مهمة للوطن. والإنجلية الحقيقة ومنتدى حوار الثقافات والهيئة الإنجلية بشكل عام بتقوم بدور مهم جدا في المجتمع المصري، وعندها رسالة هامة ورسالة سامية، هو الإنسان المصري بصرف النظر عن كونه مسيحي أو مسلم زي ما حضرتك شايفين. وصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والتعديات الحاصلة على الأراضي الزراعية. لا تهاون مع أي تعديات على أملاك الدولة أو الرقعة الزراعية، شعار ترفعه الدولة بينما تتولى عملية تأمين قرارات إزالة التعديات وزارة الداخلية. من هذا المنطلق كثفت مديريات الأمن من حملاتها لتأمين تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية بكل محافظة. وأسفرت هذه الحملات عن تأمين تنفيذ إزالة المئات من حالات التعديات المتنوعة ما بين مباني وأسوار، مع استرداد هذه الأراضي وإعادتها للجهات صاحبة الولاية عليها.
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد التشكيلات العصابية الذي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين، حيث اعترفوا بسرقة 5 سيارات واستخدامها في ارتكاب 37 حادثة سرقة متعلقات من المواطنين. بأسلوب الخطف تخصص عناصر هذا التشكيل العصابي في سرقة متعلقات المواطنين في التجمع 5 والنزهة أحيانا وأحيانا أخرى بشيخ زايد وأكتوبر. مديرية أمن القاهرة نجحت في ضبطهم بعد إعداد الأكمنة اللازمة لذلك، واعترفوا بتكوين تشكيل عصابي نشاطه الإجرامي سرقات السيارات بأسلوب المغافلة واستخدامها في سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، حيث قاموا بسرقة 5 سيارات إضافة إلى ارتكابهم 37 حادث سرقة متعلقات مواطنين. وبإرشادهم تم ضبط السيارات المسروقة ومتعلقات شخصية لمواطنين متنوعة ومبالغ مالية. تعتبر مدينة ناصر الجديدة بمنطقة هضبة أسيوط الغربية إحدى مدن الجيل الرابع والأولى في صعيد مصر، التي قدم الرئيس السيسي توجيهاته بسرعة الانتهاء منها وطرحها للتنفيذ باعتبارها مدينة تسهم في حل مشكلات الإسكان والبطالة بمحافظة أسيوط، فضلا عن إسهامها في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة. في قلب الهضبة الغربية لمحافظة أسيوط أنشئت مدينة ناصر الجديدة لتكون بوابة التنمية لثلاثة تجمعات عمرانية كبرى تبلغ مساحتها 10 أضعاف مدينة أسيوط الحالية. خرجت تلك المدينة التي تحمل اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إلى النور بقرار جمهوري عام 2017، حيث تم تخصيص أكثر من 6000 فدان من مساحة الأرض المملوكة للدولة على منطقة الهضبة الغربية لإقامة التجمع الجديد الذي وصلت استثماراته إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه حتى الآن، بالإضافة إلى 2 ملياري جنيه دعما للمرافق. حجم الاستثمارات اللي موجود في المدينة بيتلخص في حوالي 3.5 مليار جنيه متوزع على 3 أقسام أساسية. أولا المحور الأساسي هو محور الإسكان، عندنا نوعين من الإسكان، هو سكن مصر والإسكان الاجتماعي. إجمالي التكلفة فيهم حوالي 765 مليون. سكن مصر ده مساحة 115 متر، 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، دي كاملة التشطيب على أعلى مستوى من التشطيب اللي موجود، وده تعتبر من أول الوحدات السكنية اللي موجودة في مدينة أسيوط عموما أو محافظة أسيوط، فهي اللي هي مدينة ناصر. طبعا احنا ما نسيناش برضو الإسكان الاجتماعي أو محدود الدخل، عندنا طبعا 66 عمارة، دول 1584 وحدة، مساحة الوحدة حوالي 90 متر، طبعا دي كاملة برضو التشطيب عبارة عن 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام. التجمع الجديد المقام على ارتفاع 170 مترا عن مستوى سطح الأرض يحتوي على مناطق سكنية متنوعة تناسب كافة الشرائح، فضلا عن مناطق للاستثمار يتم تجهيزها بكافة الخدمات ومشاريع البنية التحتية وخدمات صحية وتعليمية، كما أنه سيحتوي على أكبر كاتدرائية في الصعيد للأقباط الأرثوذكس. احنا صدر عمل اسناد بخصوص مدينه ناصر المرحله الاولى اللي هي 1600 فدان، ودي بننفذ فيها شبكه مرافق كامله ميه وصرف وري في حدود 150 كيلو. احنا بدانا العمل من شهر 8 2017، والى الان وصلنا لنسب انجاز بالنسبه للطرق، اعمال الطرق مبدئيا وصلنا ل 90% من الاعمال الترابيه اللي هي اعمال الفرمه، وحاليا شغالين في اعمال الصرف والميه والري بنسبة إنجاز عدت 30% من حجم المشروع. مدينة ناصر الجديدة التي تعتبر إحدى مدن الجيل الرابع ستساعد على خفض أسعار العقارات وتوفير سكن مناسب لمحدود الدخل والأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن دعم المناطق الصناعية والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات. مدينة ناصر من مدن الجيل الرابع، والهدف منها خلق بيئة جديدة نظيفة على مستوى عالي بتحظى في التخطيط بتاعها بجميع أنواع الإسكان موجودة فيها، الخدمات على أعلى مستوى، حتى أنظمة الاتصالات بتاعتها هتكون من أنظمة الاتصالات الذكية اللي متواجدة مع العالم في هذا التوقيت. ويؤدي إلى مدينة ناصر الجديدة طريقان، هما الطريق الدائري المؤدي إلى مطار أسيوط الدولي، وطريق آخر جاري تجهيزه بطول 22 كيلومترا يخترق هضبة أسيوط الغربية،
ويربط بين الطريق الصحراوي الغربي أسيوط القاهرة والطريق الزراعي والطريق الصحراوي الشرقي، وذلك باستثمارات أكثر من مليار جنيه. قال وزير الإسكان عاصم الجزار أنه استعرض مع السفير السويدي لدى القاهرة أهم ملامح خطة العمل المتكاملة للنقل الذكي المستدام بالمدن الجديدة والتي سيتم تطبيقها بمدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد كنموذج يتم تعميمه على بقية المدن الجديدة. أشار الجزار إلى إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة لتنظيم النقل بالمدن الجديدة والتي من المقرر أن تبدأ عملها في شهر أبريل المقبل. دعا وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى التعامل بشكل حاسم مع الجهات التي تدعم أو تحتضن أو تمول أو تساعد التطرف والإرهاب. وفي كلمته بافتتاح المؤتمر 46 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي، دعا وزير الخارجية الإماراتي إلى اعتماد التدابير لمنع التحريض على الإرهاب والتطرف لا سيما عبر وسائل الإعلام المختلفة. طلب وزير الخارجية اليمنية رئيس وفد الحكومة لمشاورات السلام خالد اليماني الأمم المتحدة بتحديد الطرف الذي يرفض ويمنع تنفيذ اتفاق السويد. وقال اليماني إن الموعد المفترض لإتمام المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة انتهى بالأمس، ولا تزال الميليشيات الحوثية ترفض الانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى دون إبداء أي أسباب. وحمل وزير الخارجية اليمني الميليشيات الحوثية مسؤولية إفشال الاتفاق والانتكاسة الجديدة خاصة في الملف الإنساني والإغاثي، إذ كان من المفترض أن يتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة فتح وتأمين الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر. وقد نفذ التحالف العربي رابع عملية إنزال جوي إلى قبائل حجور المنتفضة ضد ميليشيات الحوثي في محافظة حجة. وأكد مصدر يمني أن مقاتل القبائل تمكنوا من السيطرة على حصن المنصورة الاستراتيجي بعد معارك عنيفة استمرت لساعات تكبدت فيها ميليشيات الحوثي عشرات القتلى. أضافت المصادر أن مواقع ميليشيات الحوثي شمالية محافظة حجة أصبحت تحت نيران القبائل. أكدت إيطاليا رفضها انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث نفى وكيل وزارة الشؤون الخارجية في الحكومة الإيطالية جوليلمو بيكي ما تردد عن محتوى تقرير لوزارة الشؤون الأوروبية تم إيداعه في البرلمان الإيطالي تحدث عن الانفتاح على أنقرة في عملية توسيع الاتحاد الأوروبي. وغرد بيكي على موقع تويتر حيث بثت هذه التغريدة وكالة أنباء ليك الإيطالية أن إيطاليا منفتحة على الحوار بين الاتحاد الأوروبي لكنها ضد دخول تركيا إلى الاتحاد، وتعتبر إيطاليا أنقرة بلدا آسيوي الثقافة ويحتل دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي. حذر باحث أمريكي من أن قطر وتركيا يشكلان خطرا على الأمن والاستقرار الأمريكي أكبر مما يمثله أعداء واشنطن المعروفون. واعتبر مدير شبكة مكافحة الإرهاب بالعاصمة الأمريكية واشنطن كايل شديلر التقارب الأخير بين كل من أنقرة والدوحة وطهران أنه موجه ضد مصالح الولايات المتحدة واستقرار الشرق الأوسط برمته. وشدد مدير المركز الذي يعد من بين أهم المراكز البحثية المتخصصة في تتبع نشاط الإرهابيين في كل من الولايات المتحدة وكندا، شدد على ضرورة أن تتخذ الإدارة الأمريكية خطوات قوية تجاه هذه الدول.
ختام هذه الجولة هذا تفكير بعناوينها. انطلاق المرحلة الثالثة من حملة 100 مليون صحة في 7 محافظات. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر على ذمة التحقيقات الجارية. وزير الخارجية الإماراتي يدعو للتعامل بشكل حاسم مع الجهات التي تدعم أو تحتضن أو تمول الإرهاب. مزيد من الأخبار دوما عبر الموقع الإلكتروني extranews.tv. إلى الملتقى بإذن الله.